الحرية لا تعني التعري، والثقافة لا تعني الإلحاد. هذه الجملة تحمل في طياتها العديد من التساؤلات التي تتعلق بالجدل الدائر بين الأجيال حول القيم والعادات والتقاليد، ما بين جيل الآباء الذي تمسك بعاداته وجيل الأبناء الذي يسعى إلى مزيد من الحرية والاستقلالية. تظهر فجوة تتسع مع مرور الوقت، ليس فقط في أسلوب الحياة ولكن في المفاهيم نفسها. السلام عليكم. يوجد اختلاف بين المناطق أكيد من جيل إلى جيل. مثلا الجيل القديم كان يتمسك أكثر بالقيم بالعادات بالتقاليد، ولكن الجيل الحالي متأثر أكثر بالحداثة وبهذه التطور الرهيب في التقنية، في الغزو الثقافي للغرب للعرب، ومن هذا المنطلق كان التمسك بالعادات أو التقاليد أو القيم القديمة صار في تراجع، ولأن التأثير الغربي على العربي كان بشكل كبير. في اختلاف، الاختلاف أنه زمان كانوا متمسكين بالعادات أكثر، هسه صاروا يتشبهوا بالغرب، بالمجتمع الغربي يعني أكثر. بس هذا هو الاختلاف. الجيل رايح على البعد عن الدين، البعد عن القيم والأخلاق. بس هذه إشكالية جميع الأجيال، أي جيل سابق راح ينتقد الأجيال اللاحقة في أشياء، يعني كما أن الجيل اللاحق سينتقد الجيل الأكبر منه يعني في أشياء. الجيل الأكبر راح ينظر للجيل الأصغر على أنه مدلل وقليل مسؤولية نوعا ما. الجيل الأصغر راح من منظوره يعني راح يشوف أنه الجيل الأكبر متزمت نوعا ما، لأنه محافظ، يعني أحسن وصف أنه يكون محافظ. لكن للأسف يعني من ناحية يعني موضوع الغزو الثقافي موضوع كبير وكبير جدا ومتشعب. الجيل الحالي يعني متأثر بشكل كبير، مشكل أنه تأثير سلبي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، أهم حاجة يعني هذه دمرت الكثير، يعني من خاصة التيك توك يعني عند اللي صنعوه يعني مستفيد منه في التعليم في أمور كثيرة جدا، لكن عندنا نحن العرب يعني للأسف تحطيم أخلاقي. في فئة معينة يعني مثلا تقدر تحكي عن أهل الجنوب، أهل يعني الشمال، كلهم في منهم لسه ناس، حتى أهل عمان لحد الآن في منهم ناس لسه ملتزمين بعاداتهم وتقاليدهم حسب تربية أهلهم. طبعا في ناس ممكن تلاقي يقول لك انه لا احنا صرنا بال 2024، ومن الحكي التافه اللي صار يطلع هسه حاليا هاي الفتره انه 2024 وبعدكم على العادات والتقاليد. بالعكس، ويعني لسه حسب هي الوحده حسب تربيته يعني، بس من الافضل انه نظل متمسكين في العادات والتقاليد اللي اهلنا تعودوا عليها وربونا عليها. بينما يرى الجيل القديم في الحريه احتراما للقيم، يفسر بعض الشباب الحريه طريقه قد تبتعد عن تلك المبادئ التي نشأ عليها المجتمع، وما بين الثقافة التقليدية التي تمزج بين الأصالة والحداثة تتصادم الرؤى حول ما إذا كانت القيم الثابتة تعيق التطور أم أنها الحصن المنيع الذي يحافظ على الهوية. عن الجيل القديم غير عن الجيل الحديث هذا، يعني الشباب الجيل اليوم، الجيل الأول بيختلف، يعني عندهم النخوة، عندهم المحبة، عندهم هذا الألفة. اليوم صعب يعني تلاقيه عند الشباب هاي، صعب يعني نادر تلاقيه عند الشباب هاي. جيل الانترنت، وجيل شو يعني جيل ايش هذا التكنولوجيا الحديثه. سلامتك. اتوقع لا، ما متمسك بالعادات والتقاليد القديمه، لانه صرنا هلا بوقت الانفتاح، عصر الانترنت، عم بيشوفوا اشياء كثير، فان التمسك بالعادات والتقاليد صار صعب، صار عم بيشوفوا كثير اشياء وتوجههم بميل لهذيك القصص، فبطل الجيل هذا عنده عادات تقاليد. حتى التمسك بالدين بتحس كمان صاير أقل، مش زي زمان، مش زي جيلنا وأيام زمان. فهلأ الوضع لا اختلف طبعا، دنيا تانية وتكنولوجيا وكله هذا بيلعب دور. لا ولا متمسك بالعادات ولا بالتقاليد ولا حتى في يعني الأدب اللي كان موجود عند الجيل القديم، للأسف يعني للأسف حتى الأدب ما كان موجود، يعني حاليا ما كان موجود، ما بقى ما الأدب اللي كان أول، يعني احترام الكبير، احترام الأخ، احترام الأب، ما الأولية مو الجيل الاولي. بس البنات بتحكموا فيه الاهل من الصغر، وقت اللي تربى البنت على لبس فاحش فده تكبر على هالشيء، على من شاب على شيء شاب عليه، فبالتالي هي بترجع مسؤوليه الاهل من وقت ما يكونوا اولادهم صغار، بيعلموهم تدريجيا انه في شيء لبس تقليدي، في لبس شرعي، في لبس كأمة اسلاميه، بالضبط هيك.
لا بالدين، بالدين بالعكس، بالعكس صارت صحوة دينية في فترة من فترات، وحاربها العالم هسه، حروب العالم كلها موش مشان يعني تتصور من الكذب اللي بيكذبوه على الدين الإسلامي، حروب العالم على الصلاة، بدهمش واحد يصلي، بدهمش واحد يكون مسلم، يعني خاصة من الجهة الأمريكان والإسرائيل، هاي عدوهم اللدود، هو كل واحد بيقول لا إله إلا الله، بدهم رغم أنهم اليهود تاريخهم ديني، هم قاعدين بيقاتلوا باسم الدين تبعهم، بيقاتلوا باسم مبادئهم اللي هي عنصرية ولا أخلاقية ولا دينية فعلا، يعني هاي اليهود، أما إحنا ديننا ملتزم. يتضح أن العولمة والتقليد الأعمى يمثلان تحديا خطيرا للمجتمعات، حيث يؤديان إلى فقد الهوية الثقافية وتفكك القيم المحلية، بينما تساهم العولمة في تسهيل التواصل وتبادل الأفكار بين الشعوب. راشد المعايطة، الحقيقة الدولية.